الرحيم. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، لقد تابعت بانشغال ما شاهدته سيدي بوزيد بعض الأطراف الذين لا يريدون الخير لبلادهم ويلجؤون إلى بعض التلفزات الأجنبية التي تبث الأكاذيب والمغالطات دون تحر بل باعتماد التهويل والتحريض والتجني الإعلامي العدائي لتونس. يدعون أحداث التي جارية اليوم في بلادنا ما هيش بتاعنا، والتخريب مش من عادات التونسي. التونسي المتحضر أحيانا، أنا مش شبش مش أزرق على الكامل جبران طلب غلطوني أحيانا بحجم الحقائق، وسيحاسبون. نعم سيحاسبون. اعتبار للتعذر على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بصفة وقتية، أتولى بداية من الآن ممارسة سلطات رئيس الجمهورية. لا بد أن نكون ملازمين اليقظة والحذر. يا ولادي راهي ثورتنا، ثورتكم أنتم، ثورة الشباب راهي مش تضيع، راهو بيشركوا على ناس قريب. توقير في العمل بالدستور يتوقف معه كل المؤسسات التي جاءت في هذا الدستور. أن يقول الشعب كلمته، وإلى أن يقع انتخاب المجلس التأسيسي القادم، ويوم يدخل المجلس التأسيسي في نشاطه فإن هذه الحكومة وهذا النظام المؤقت ينسحب معه. بسم الله الرحمن الرحيم. أتخلى اليوم خدمة للوجه وإرجاء للضمير، إرضاء للضمير وإرضاء لله وإرضاء للوطن. خلال هذه الصورة الجميلة، أول تجربة في العالم العربي والعالم الإسلامي وفي العالم الثالث اللي سميناه الثالث ورابع، أنه يتم النقلة هذه بهذه السلاسة وهذا التمدن وهذا التحضر. حقيقة مشهد آخر بعد الثورة، انتصار الثورة وانتصار نجاح الانتخابات. رأينا نخرج للسوق ونأمر بالمعروف وننهي عن المنكر،
ولله الحمد يعني نجحت المسألة، ولو تبحث الآن في السوق لن تجد صارفا واحدا. تكسير وتحطيم واخراج الولي ديغاش، فليكون في علم الجميع ماشي على ديغاش. الولي هذا مش بشوفش نخرج انا قبلوش. المساعي التي بذلت من أجل تشكيل حكومة كفاءات وطنية محايدة، الهدف من هذه المبادرة هو تجنيب بلادنا ويلات الاحتقان والعنف. وتعد بأنه إذا لم تنجح هذه المبادرة سأتنحى أستقيل من رئاسة الحكومة. هذه الاستقالة لا تعني استقالة من الواجب، ولن أطلب شيء لنفسي بل أطلبه لشعبي. أجدد أنني لن أترشح الانتخابات القادمة، لن أسعى إلى موقع مهما كان. الحكومة اليوم خلفا لحمادي جبالي تسلم رئيس الحكومة المكلف علي العريض رسميا رسالة تكليف التشكيل، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنهم كلهم.
المعلومات اللي تواترت علينا اللي تقريبا تتلخص في أن هناك عملية انقلاب داخل السلطة. تظل عالقة لمسار أحداث إرهابية بجبل الشعامبي التي تفت على السطح مجددا بمنعرج يستهدف المؤسسة العسكرية. نحب ابتداء نهني الأخ مهدي جمعة رئيس الحكومة، ترأست الحكومة هذه لمدة 10 شهور وأكثر، وتعاملت مع دخلت لهذا الحكم وخرجت دي أولا بالقلم اللي أمضيت به على الدستور. سيء وخبر مفرح، فبماذا تريدون أن أبدأ؟ تعرفوها الكل هذه طبيعة الحال، الناس كلها تقول لنبدأ بالخبر السيء باعتبار أنه بعد نبقى على الانطباع متاع الخبر الطيب. إذا خليني نبدأ بالخبر السيء، هو أنه الغصرة متاع البارح كانت أولى الغصرات، وما زالت برشا غصرات باش توجهكم. في يوم من الأيام توا 30 سنة أعطت كف رجلها، تواليها 10 سنين ما رجعش الكتاب اللي تسلفه مع عن صاحبه المجموعة اللي نقبه، فمني واسألوني أنا عن الإشاعات وعن التنقيب. ستجدون كما هائلا من المشاكل المتراكمة، وهي مشاكل أكثر من 30 سنة، إن لم نقل أكثر من مشاكل 50 سنة. أقسم بالله العلي العظيم أن أعمل لخدمة تونس والشعب التونسي أولا وأخيرا. خاطر نتويل لغد شرفت بمقابلة السيد رئيس الجمهورية، وعرضت عليه تركيبة أول حكومة للجمهورية الثانية. الآن ونحن اليوم بدورنا نسلمها إلى رئيس الحكومة والحكومة الجديدة، وهذا في حد ذاته إنجاز كبير نفتخر به، نفتخر به تونس، يفتخر به التوانسة، ومشرف لصورة تونس في العالم كامل. مقر البرلمان حوالي الساعة 3:30، ساعات الهجوم الثلاثة تسرعت فيها الأحداث، وكانت الأولوية فيها إجراء العشرة من المدنيين من داخل وفي محيط المكان، وقد تمكنت قوة الأمن من تأمين أكثر من 90 سائحا كانوا داخل أروقة المتحف ونقلتهم إلى داخل قبة البرلمان. كانت هذه رواية شاهدة عيان منهم وصوره،
ندد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالهجوم الإرهابي معبرا عن تضامنه مع تونس. وعبر الأمين العام للأمم المتحدة عن أصدق تعازيه إلى أسر الضحايا. مواقف تتتالى وتتلاقى حول كلمة واحدة: لا غدا للإرهاب في تونس، وصورة واحدة لشعب واحد وموحد. الأحياء ولكن لا ميزانية التونسية تجاوز 5 مليارات دينار. وأيضا وكل المنظمات الوطنية، نظراً لأنه البلاد تحتاج اليوم إلى تضافر جميع المجهودات. وبأسمى عبارات التقدير والمودة لقادة الدول الشقيقة والصديقة، حللتم أهلاً ونزلتم أهلاً ضيوفاً أجلاء في بلدكم تونس.